أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمراً بتشكيل لجنة عليا لإعادة الاستقرار وتأهيل مدينة الرمادي. وأشار البيان إلى أن اللجنة ستكون برئاسة محافظ الأنبار وعضوية وكلاء عدة وزارات، منها الدفاع والداخلية والكهرباء والتربية والصحة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين المدينة وعودة المواطنين إليها. فيما وجه البيان بإعمار المدينة من تخصيصات البنك الدولي والدول المانحة. جاء ذلك بعد عمليات عسكرية شهدتها مدينة الرمادي أحالت أغلب أبنيتها إلى خراب، في ظل قصف متواصل من قبل مدفعية وطائرات الجيش العراقي والتحالف الدولي، إضافة إلى العبوات الناسفة شديدة الانفجار التي زرعها تنظيم داعش.